مشاهدينا الكرام مستبي العاصمة عدنا معكم إن شاء الله استكمال هذه الحلقة المخصصة اليوم إلى المرأة الليبية وما تعانيه في واقع المجتمع الليبي مع ضيفتي هنا في الاستوديو سنة المنصوري. أهلا وسهلا بك سنة مرة أخرى في لقاء مفتوح اليوم. توقفنا قبل الفاصل يعني إذا كنا نلقي باللوم دائما على الرجل بكل مشاكل المرأة وما تعانيه المرأة اليوم، يعني هل يعني السؤال الذي يتبادر في ذهن يعني الكل أن الرجل أفضل حاجة اليوم من المرأة؟ طبعا الرجل افضل حال لانه هي عمليه اصبحت عمليه الغلبه، انه غالب الرجل هو اللي غالب يعني في في في, في كل شيء غالبني، عنده هو السيطره، انعطت له من 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 المجتمع، انعطت له من البيوت، فكده هو اللي عنده كل شيء. انت ما فيش حد يضايق فيك في الشارع، لما تطلع الاولاد كلهم في الشارع يضحكوا ويلعبوا ويفرهدوا ويمشوا للبحر ويغنوا ويديروا كل شيء، عايشين طبيعيين. المرأة قبل ما تطلع من حوشها لازم تحط القناع والحصان والدرع باش هي تقي نفسها، وطول ما هي ماشية بالسيارة أو وهي ماشية على رجليها هي في حالة رعب. يعني هذه مساحة عامة للكل، مواطن ومواطنة، ولكن الرجل يمشي فيها بكل طلاقة وبكل حرية، يروح في أي ساعة، لكن احنا دائما في حالة رعب وارتباك. حتى انت تسوقي في السيارة بيضايقوك، توقع تديري حادث، فأكيد هذه أبسط الأشياء. بس يعني غير المؤسسات الليبية اللي نشتغل فيها هذه، غير المستشفيات، غير الأمور هذه كلها. طيب يعني منذ بداية الحلقة ونحن نتحدث مشاكل حدة، ولكن لم نطرح حتى فكرة للحل، يعني ما الحل برأيك؟ يعني أوكي اتفقنا أن هناك العديد من الشباب يعتدون على فتيات سواء لفظيا أو حتى يعني هناك من يقترب كما أشرتي أنت، يعني المرأة تعاني في المستشفى، تعاني في المدرسة، تعاني في العمل حتى من رؤسائها، يعني هناك ابتزازات تحدث، ولكن يعني ما الحل؟ الحل هو حلول مش حل، يبدأ من المجتمع نفسه، من الشاب المتعلم اللي زي حضرتك، إنه هو يقف مع نشاطات النساء لما تطالب مؤسسات المجتمع المدني بقانون يحميها أو تطالب بحقوق ما، الرجل لازم يعني يقف معها. عندما تقدم نفسها المرأة للترشيح، إذا رأيت فيها الكفاءة ادرسها، شوفها، اسأل عليها، إذا لقيت إن هي عندها الكفاءة انتخبها، مش لأنها امرأة لما نمشي ناخذ رجل حتى لو كان هو غير كفؤ. أيضا إذا كنت صاحب مؤسسة عين السيدة مديرة، ليش لا؟ وإذا رأيت فيها الكفاءة في مستشفى، إذا رأيت طبيبة ناجحة، وهناك الكثير من الطبيبات الناجحات في ليبيا، أعطيها هي رئيسة الأطباء، لماذا لا؟ كذلك في الجامعات، هيك المجتمع يساهم. ولكن أيضا الأهم من هذا كله أن القوانين التي توضع إذا هي كان فيها عدم عدالة للمرأة، يجب أن يخرج الشارع رجل ومرأة، لأن إذا وقع علي الظلم أنا اليوم سيقع عليك أنت أيضا غدا، لأن الظالم يتمادى في ظلمه، يظلم الجميع. أنت شوفوا القدافي وتعلموا منه، يعني القدافي ظلم ليس فقط المرأة بل الرجل أيضا، ليس فقط الأمازيغ، الليبيين كلهم بمختلف ثقافاتهم. فإذا أنت بتسمح للظالم يستمر في ظلمه ويتسع في ظلمه، سيقع الظلم عليكم كلكم تدريجيا. طيب. إذا يجب على الرجل المتعلم أو الشاب المتعلم، دعنا من الشياب والأجيال الماضية مع أنها هي كانت أفضل من هذه الأجيال بكثير، ولكن الشاب المتعلم اليوم اللي في الجامعة اليوم يقف مع زميلته المتعلمة، حتى هي غلطت واعيها، علاش تعاكس فيها؟ باي مش لابسة حاجة غلط، كلمها باحترام، خذها على جنب وكلمها باحترام، ولما تقول لك احترم حريتي الشخصية، احترم حريتها الشخصية. إذا أنت فعلا تريد الإصلاح وليس مجرد انتقاد ويعني مجرد أنك أنت بتفرض رأيك عليها. طيب دعينا ننتقل الى النقطه الاهم والتي هي يعني الجدل بين الرجل والمراه، سببت في يعني فراق عائلات، سببت في جدل في الشارع حتى بين الشباب، يعني هل تدع مرتك تعمل لا تعمل، تعمل لا تعمل، وفي اخر حتى جلساتي مع الشباب في المقاهي وفي العديد من الملتقيات يعني جدل واسع بين الشباب، يعني يقول لك انا مرتي لا تسوق، لا تخدم، لا شيء، لسبب ليش يعني احدهم تحدث عن الابتزازات التي تحدث المراه داخل المؤسسه في العمل، اللي هي وراها الرجل، التي هي وراها اكيد وراها الرجل، لانه هو رجل وعاش تلك صحيح. يعني الأحداث يعني صحيح. برأيك اليوم يعني دعينا نتحدث عن المرأة العاملة، وهذا يعني قضية مهمة جدا، يعني برأيك هل المرأة تنفع أن تكون يعني تعمل وتشتغل وأن تكون أم مثالية داخل البيت أم لا؟ يا معاد هي مش ماكينة باش نقول تنفع ولا ما تنفعش،
هي إنسانة زيها زي أي رجل بنفس العقل، لديها العقل ولديها كل الإمكانيات الجسدية والتي يمكن أن تسخر أنها تصبح لها الكفاءة ومؤهلة لأن تنجح. هناك الكثير من الفاشلين من الرجال والشباب في الشارع يتسكعون دون أي عمل ويلومون الدولة أن ما وفرت لهمش. حتى لو الدولة ما وفرت لكش، أقبع في البيت وأقرأ وثقف نفسك وعلم نفسك وتعالى وقول أني عندي هذه الإمكانيات. أنت يعني أصنع المجتمع. المرأة كيف يمكن لمجرد نحن نقوله هل تنفع؟ يعني أعتقد بأن هي جريمة هذه الكلمة فقط على المرأة. يعني أقصد بكلمة تنفع، يعني هل لها القدرة؟ لا. يعني نحن كرجال يعني بعد العمل نستطيع أن نأكل باقي النهار أحيانا. لماذا تعتقد؟ ليش؟ أنت هل تحمل؟ هل تحمل أنت وتلد؟ هذه يعني طاقة وقوة عند المرأة ليست موجودة عند الرجل. المرأة تلد تحمل الطفل وتلد وتصنع الأسر وتستمر لليوم التالي وتشتغل في الخارج والداخل وتصنع كل شيء. المرأة لديها طاقة قوية ولديها القوة والقدرات، لكن لن تخرج بهذه القدرات من أول ما تولد وهي طفلة. أنت تستغل هذه القدرات، هي تعلمها، بس عليك اسمح لها، دعها، اترك لها المجال والمساحة وشوف المرأة كيف تبدأ. طيب إذا كانت هي مثلا على سبيل المثال، دعينا نأخذ معيارا، إذا كانت هي طبيبة ستخرج منذ الساعة 7 صباحا لتعود للبيت الساعة 3 ظهرا، وهناك يوم أو يومين في الأسبوع ستبقى في المستشفى يعني نهار كامل أو ما يعرف بديوت، يعني كيف تستطيع؟ يعني أين زوجها؟ أين ليس لها أولاد؟ يعني طيب هل الطبيب أيضا يصنع نفس الأشياء ويفتخر به الأبناء وتفتخر به زوجته؟ لماذا هو لا يفتخر بأن زوجته تنقذ الناس من الموت؟ هي تقوم بوظيفة إنسانية. ما هو هي الزواج، هي الفكرة كلها في التوعية زي ما قلت لك. شنو هو الزواج؟ أن نشيل المسؤولية مع بعض، أني نخدم وانت تخدم، أني نربي وانت تربي، أني ننظف وانت تنظف، نصنع هذا البيت مع بعض. وايضا تتلاقى الافكار والمحبه. ليش الزواج هو يعني مش ميكانيزمي وخلاص؟ هي علاقه انسانيه، يعني اني نخدم ونجيب الفلوس ونساعدك ونشرو ونبنو بيتنا وانت تساعدني، واني نفتخر بك وانت تفتخر بي، وصغاري يكبروا بهذا الشكل الجميل. يعني انت تخيل لو كل اسره تفكر بهذا الشكل وتصنع البيت الرجل والمراه معا، والعلاقه بالعكس العلاقه تصبح قويه ويقل الطلاق، تقل نسبة الطلاق لما يكون فيه التفكير هدايا أنني نساعد على مسؤوليات البيت وهو يساعدني في، يعني هي مسؤوليات البيت مختلطة، هي نفس الشيء، كلها مسؤولية بيت، التنظيف مسؤولية بيت، الأكل مسؤولية بيت، المعاش مسؤولية بيت، وبناء البيت مسؤولية بيت، والتربية مسؤولية بيت. يعني نحن الاثنان نقوم بها، مش مهم من اللي ينظف ومن اللي يجيب الفلوس، المهم احنا نديروا فيها مع بعض. هي ليست شركة. نعم هي شركة. نعم هي ليست الفكرة من كما شرتي من يأتي بالمال أو غير ذلك، ولكن الفكرة يعني هناك يعني أو عقلية، ليس هذا رأيي أنا، يعني رأي العديد من الشباب والعديد من الرجال في المجتمع الليبي، يقول لك أنا تزوجت نبي مرار، روح نلقى غداي، نلقى فطوري، نلقى حوايجي، بيجيب خدامة. هذا التفكير الواقع. أوكي، جيب خدامة قبل ما تروح، هي تكون دارت لك كل شيء، نظفت لك وطيبت لك، تروح تجي تلقى الماكلة على الطاولة، يا سلام، وتروح هي وقعمز انت كول وشوف الحوش نظيف وقعمز، خلاص ما فيش حد يفكر معك، ما فيش حد تحاوره ويحاورك. وبعدين المشكلة ان الرجل يطالب بالمرأة انها تقعد في البيت تنظف وتطيب وبس، وما تصارعش الحياة وما تشوف تجارب الناس، ولما تجي بتحاور يقعد يتهز عليها ويضحك عليها ويقول ما تعرفش تتكلم. علاش ما تعرفش تتكلم؟ ما تعرفش تتكلم لانها هي ما طلعتش، ما تعلمتش، ما جربتش، ما 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 جلستش مع ناس متعلمين وحاورتهم، ما تقراش في كتب، هي في المطبخ وتنظف، كيف تبيها إنسانة محاورة؟ إذا أنت تريد المرأة كاملة لازم أنت تساعدها وتكون اللي تبيه لنفسك، هي يعني لازم يكون لها من حقها أيضا. وبعدين المرأة الواعية اللي تحترم نفسها، المرأة الواعية اللي أنت بكري تقول ما تلبسش في لباس كويس، هذه مرأة متعلمة. المرأة اللي تلبس كويس مرأة متعلمة، المرأة اللي عندها ذوق مرأة متعلمة، لأن المجتمع سمح لها أن تتعلم. إذا أنت تريد الكمال
تريد امرأة كاملة مكملة الله سبحانه وتعالى، مش هتكون كاملة. الكمال بي 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 بمفهوم الدنيوي متاعنا، ولا نتحدث عن الآلهة، بالرغم من الرجل يحاول أن يكون هو الإله في هذه في الأرض، يحكم على المرأة، يحكم بمجرد أن نشوفها لابسة سروال ضيق، هذه كل الخيالات، يعني خيال واسع جدا بالنسبة للرجل فقط في هذه النقطة على فكرة، ولكن في أشياء أخرى خيالها ليس واسع. المرأة خيالها أوسع ولكن مداركها أوسع، ولكن الرجل دائما يحبط فيها. ولذلك أنا أعتقد أن نعود للنقطة الأولى، هي الوعي والثقافة، وأن تسمح لها، لا تحكم عليها قبل أن ترى عملها. أعطيها المناخ، وفر لها المناخ الصحيح، بعدين أحكم، مش من الأول تحكم عليها. وبالنسبة للتقصير، أنا أشتغل وأهتم بأطفالي وأهتم بكل الأشياء هذه تحكي عليها أنت، لأنها هي مش بيت، يعني مش بنظفة لراجلي بس نظفة لروحي، لما بنطيب مش نطيب لي هو، نطيب لروحي حتى أنا. ولذلك أنا عندي القدرات، وأي امرأة لديها القدرات أنها تقوم بكل هذه المسائل. إذن كيف تفسر النساء الناجحات في العالم ومتزوجات وعندهم أطفال وناجحات؟ هل لديهم سوبر باور مثلا، او عندهم اشياء خارقه هم مش يعني نساء عاديات؟ لعل هؤلاء النساء لديهم اسر متفاهمه، لديها زوج متفاهم، جميل. لعله من يقف في جانبها حتى تكون، يعني هناك، جميل. يعني حتى رجال ليبيين، يعني لعل، يعني هو رجل عادي جدا، ولكن لعل زوجته فلته بمراحل، ولكن هو فخور بها يعني. وهناك طيب. من يغار من نجاحها احيانا حتى تصل المرحله الى الغيره يعني. شكرا. وهذا واقع، قصدي هذا واقع. أنا يعني أنت أجبت على السؤال بنفسك، فعلا فيه رجال، يعني نحن لن نقول بأن الرجل دائما هو السيء، ولكن الرجل يسمح للسيئين أنهم يتمادوا. ليش أنت تظلم في مرتك على خاطر فلان لما بيشوفها في الشارع يبدأ يدوي عليها؟ ما تسمح لهاش يدوي عليها، ما تجيش أنت تحاسبها هي على فعل الجاهل اللي في الشارع. وأنا متأكدة لو أن احنا تجاهلنا هؤلاء رجالا ونساء، تجاهلنا هؤلاء الجهلة سيختفوا، لأن تجاهل الجاهل يخفيه، ولكنك أنت تدير له في قيمة، هو يعني يتمادى في 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 تصرفاته الجاهلة. طيب دعينا ننتقل إلى محور آخر، وهو مؤسسة المجتمع المدني والمرأة الليبية. يعني تحدثت مع العديد من النساء القياديات داخل مؤسسة المجتمع المدني، تحدثوا عن وجود أكثر من 500 مؤسسة للمرأة في طرابلس فقط، ولكن على أرض الواقع لا توجد أي مؤسسة حقيقية، أو تقام العديد من ورش العمل، نشاهد العديد من الندوات، هناك نساء ناشطات، ولكن ليس يعني هم دائما يتحدثون عن السياسة، عن الجانب المشتعل، أو كما تتحدث العديد من القنوات الإعلامية عن الحدث، يواكبون الدستور، يواكبون، لكن لماذا لا نشاهد هذه المؤسسات تتجه إلى الأم البسيطة التي قابعة في البيت، التي يحاصرها زوجها كما أشرت في حديثك المحاصرة؟ لماذا لا تتجه هذه المؤسسات، لماذا لا يتجهون هؤلاء النساء لتوعية هذه الشريحة التي هي الأهم على الأقل؟ لتوعية من، الرجل أو المرأة؟ توعية المرأة. ولماذا توعي المرأة وإن الراجل مسيطر عليها؟ أوكي، المؤسسات المجتمع المدني في ليبيا أعتقد بأنها تجربة فريدة من نوعها، وفعلا المؤسسات المجتمع المدني تتدخل وتتكلم عن المواضيع السياسية، بحكم أننا ما زلنا في مرحلة بناء دولة، وبحكم أنه لا يوجد قانون في 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 دولة ليبيا التي لم تنشأ بعد، تعطي صلاحيات أو تعطي بعض الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني. كيف تريد لمؤسسة مجتمع مدني أن تتدخل في ما يحدث في عائلة، في بيت، في عند سيدة؟ أنا لم أقل أن تدخل، على الأقل أن يكون لها دور نصحي وإرشادي فقط، لن يسمح ولها هي الخيار، لن يسمح لها بهذا التوعية. هذه يعتبرها الرجل تدخل في حياته الشخصية. أعتقد بأن هذه الأعداد الكبيرة من المؤسسات المجتمع المدني في ليبيا نحن بحاجة لها، بغض النظر عن أن بعض المؤسسات فيها نساء هم نفسهم مش واعيات، فيها نساء هم نفسهم لا يدركون معايير أعضاء مؤسسات المجتمع المدني. في رأيي عضوة مؤسسة مجتمع مدني ليس شرط أن تكون امرأة، مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون رجالا ونساء، الفرق ليس في هي رجل أم امرأة، هل تحمل مبادئ إنسانية أم لا.
مدى المبادئ الإنسانية الموجودة عند عضو مؤسسة المجتمع المدني سواء رجل أم امرأة. هذه الشخصية ستصنع الأعاجيب إذا كانت هي يعني مليئة بالأحاسيس وبالمحبة والسلام وتقدير للعلاقات الإنسانية. أن تصنع تعطي 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 ولا تنتظر مقابل، لا تريد مال أو تريد دعم مادي أو تريد سفرات في الخارج فقط لكي تتفسح، والله مشيت إيطاليا، مشيت مش عارف شني، باسم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات. لازم هي تكون إنسانة معطاء ولا تنتظر مقابل، أو إنسان معطاء ولا ينتظر مقابل. بالتأكيد الخروج إلى الدول الأخرى مهم مهم، لأنه سيزيد من تجربتها، لكن عندما يكون الخروج صحيح. يعني أنا أعتقد بأن مؤسسات المجتمع المدني كلها يفترض أنها لا تخرج جروب واحد أخذتها شركة فلانية أو منظمة فلانية لتحضر ورشات عمل وكذا، لا، أنا أعتقد بأن كل جمعية أو كل مؤسسة ترسل عضو أو عضو سواء كان رجل أو امرأة، دائما أنا لن أقول بأن أعضاء مؤسسة المجتمع المدني كلهم نساء، رجل أو امرأة يذهب ويحضر ورشات عمل، يندمج مع مؤسسات المجتمع المدني سواء في بريطانيا أو في أمريكا أو في الدول المعروفة بالأعمال التي ليس لها مقابل، حتى ترى وتنبهر بشغل هؤلاء الناس وتعود بهذه الشحنة وتحاول أن تطبقها في ليبيا. طيب. تحاول. نعم. ولكن أن تطلب من مؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة التي نحن في، يعني في تاريخ ليبيا ربما النساء القديمات السيدات، هناك سيدات كثيرات أذكر منهم السيدة نديمة أعتقد، سيدات عموما يعني في المجتمع المدني في فترة السبعينات والستينات قاموا بتجارب بدائية، ولكن اختفت هذه العملية أو هذه التجربة وظهرت الآن بعد ثورة 17 فبراير. يعني في صعوبات كثيرة تواجهها المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، التهديدات، تواجه عدم التنظيم، تواجه عدم الاكثرات، يأتي هؤلاء الرؤساء الأحزاب يحضرون الورشات العمل ويقولون الكلمات والمبادئ والشعارات الجميلة، لكن بمجرد ما يدخلوا للمؤتمر الوطني متاعهم ما يظلموا المرأة على طول، يعني ينسوا كل حتى شيء. حتى قبل المؤتمر داخل حزبهم لا تجد امرأة قيادية. هم اصلا يحضروا يحضروا مع مؤسسات المجتمع المدني اللي تنظم فيها اليو ان، مش باش هم يديروا عقود مصالح متبادله مشتركه، مش متبادله مشتركه، انما باش هم يروجوا لنفسهم دعايه للحزب، باش مؤسسه المجتمع المدني تقف، والمؤسسه بتاع المجتمع المدني تتوقع العكس، ولذلك سيخرج الجميع بدون نتيجه. كما قلت لك مؤسسات المجتمع المدني والأعضاء اللي فيها لازم يتميزوا بميزات، هذه مهارات على فكرة طبيعية، هذه مهارات لا تكتسبها من فقط تكتسبها. طيب. خلال تجربة الحياة كاملة. المرأة الليبية سياسيا هل برأيك كانت ناجحة خلال الثلاث سنوات الماضية أم أنها فاشلة بامتياز؟ هل الرجل السياسي كان ناجح عم فاشل دائما تدعين كف متوازي أمام الرجل؟ طيب. لأني أنا إنسانة متوازية، أنا أحب أن أعدل بين الجميع سواء كان الرجل أو المرأة أو الأمازيغي أو العربي أو الإنجليزي أو الأفريقي أو أي حد. طيب. الإنسان دائما يجب أن يوازي بين الجميع. نعم. على ذكر كل هذه الفئات، يعني أنت أمازيغية، هل تختلف المرأة في تعاملها ونظرة المجتمع لها للمجتمع الليبي، يعني ككونك عربية أو أمازيغية هل تختلف تعامل يعني النساء معك أو الرجال معك؟ مهني ليبية مزيغية ولا شنو ليبية؟ يعني هذا سؤالي، هل هناك فرق في التعامل أم سواء؟ كان فيه فرق في التعامل قبل أن تطغى علينا العادات التقليدية المتخلفة الدخيلة علينا من شبه الجزيرة العربية. نحن كنا كأمازيغ، الأمازيغية يعني لو تقرأ في كتب الأمازيغ والتاريخ، المرأة الأمازيغية لها شأن كبير، كانت ملكة، هاي أقل حاجة. المرأة الأمازيغية كانت ملكة، الملكة دي هي كانت تخوض شمال أفريقيا بأكمله وليس جزء منه. والمرأة يعني المرأة لو تبحث في الثقافة الأمازيغية مثلا، مثال بسيط جدا، مثلا في ليبيا احنا بالعامية نقولوا يا عمي فلاني، يا عمي فلاني ما نعرفهاش، يا عمي فلان ممكن كذا كذا، احنا ما نقولوش يا عمي، احنا نقولوا يا خالي، لأن أمي أقرب لي من بوي،
فاني نقول لراجل كبير احتراما اللي نقول له يا خالي فلان ويا خالي علان، لانني امي شأنها اكثر من ابي مع محبه ابي، لكن احتراما لامي لانها انجبتني، لانها تصنع الحياه، الام تصنع الحياه. في 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 التراث الامازيغي عندنا تانيت، اللي الكثير من الناس يقولوا لي علاش تلبسي فيها تانيت، يسحبوها صليب واتهموني بهذا الشيء. تانيت هي رمز الخصبه والخير، اللي هي المرأة رمز الخصبة والخير. هذا يعني هذا هو الفرق بين بين الثقافة العربية الجاهلية القديمة أيام قريش اللي يدفنوا في صغار في بناويتهم، وبين الحضارة الأمازيغية اللي هي حضارة ليبيا. احنا ليبيين، هذه هي عاداتنا وتقاليدنا، احنا نرتقي بالمرأة ولا ننسفها وندفنها تحت الأرض. طيب، في كل هذه الظروف وكل هذه المشاكل، المرأة تعاني كما أشرت في بداية الحلقة من العديد، سواء كان من الرجال أو حتى من النساء أنفسهن، يعني سواء كان داخل المؤسسات أو خارجها، أيضا تعاني في من التهميش سواء كان داخل حتى أسرتها، وهناك من أسر يعني يقفون مع نسائهن وزوجاتهن، ولكن يعني برأيك هل تستطيع أن تصنع المرأة شيء في كل هذه الظروف الصعبة أم لا؟ المرأة بطبيعتها تقاوم، لذلك الله سبحانه وتعالى ميزها عن الرجل بأنها تلد. تقاوم، تقاوم الآلام. لا يوجد ألم في هذه الدنيا أقسى وأبشع وأقوى من آلام الولادة. المرأة تقاوم إلى آخر رمق بطبيعتها، مهما يعني صادفها من عذاب. يعني أنا أتوقع بأن لو الرجل، لو انعكست الآية وكل هذه الأشياء والمضايقات والخوف الذي يعني جاح المرأة الليبية الآن والفتيات الليبيات، لو كانت العملية عكسية كان بقى كل الرجال في البيت، لكن لا تزال المرأة بالرغم من كل الصراعات، بالرغم من أن هناك من لا يرى أي أمل بحكم التيارات السياسية الآن التي أتت إلينا بشكل كارثي، ونحن سمحنا لها لأن احنا وفرنا الأرض الخصبة لهؤلاء المتشددين الذين يخرجون بأفكار غريبة عجيبة يعني لا غير منطقية. طيب، هناك يعني الوقت قد دهم حلقتنا بالانتهاء، ولكن هناك من يرى أن المرأة لا تستطيع أن تتقلد بعض المهن كمهنة مثلا قاضية أو مهنة رئيسة الدولة أو ذلك، يعني لأن المرأة تحكم بمشاعرها، كيف ترين ذلك باختصار؟ المرأة لا تحكم بمشاعرها، أنت الآن تتحدث بمشاعرك وأنا لم أكن أتحدث بمشاعري طول هذا الحوار. أظنه العكس. لا، المرأة لا تتعامل بمشاعرها. أنت دفعت بشراسة اليوم على المرأة لأنك يعني أحسست وكنت أن تبكي عندما تحدثت عن المرأة التي تلد. لا، ليس بالعيب أنك أنت تتحدث من الناحية الإنسانية، ليس الإنسانية ليست مشاعر، الإنسانية مشاعر وفكر وكل الصفات، الشجاعة، الجبن، يعني كل شيء. يعني أنت ترين أن المرأة عندما تحكم قاضية أو كرئيسة دولة وتحتاج أن تكون في قرارات حازمة تبعد المشاعر جانبا؟ طبعا، لأنها هي تعمل بالاثنين، تعمل بالحكمة، والحكمة ليست في العقل فقط، الحكمة في كل شيء. المرأة تستخدم كل شيء، وعلى فكرة في رجال، كثير من الرجال يستعملون أحاسيسهم أكثر من النساء. أعتقد بأن المرأة مشاعرها والرجل مش مشاعره، هذا مقياس ليس علمي، لم يقم على دراسات علمية، هي طبائع بشرية بغض النظر عنها امرأة أو رجل. المرأة كيف تفسر تاتشر التي خاضت الحروب؟ نعم. طيب، هي امرأة وليست رجل. نعم، في الختام سنة يعني رسالتك إلى كل النساء الليبيات، وأيضا إلى الجانب الأهم الذي هو سبب مشكلة كما أشرت أنت، الرجل، يعني ما رسالتك إلى المرأة والرجل في ختام هذه الحلقة؟ أنا رسالتي للرجل والمرأة، تفكروا أو تذكروا أبناءكم وبناتكم الجيل. لا، كل إنسان في هذا في تاريخ البشرية يأتي ليصنع حياة لمن يأتي بعدنا. لا تعيشوا اللحظة، بل فكروا في المستقبل. وإذا كانت هذه المبادئ التي نعمل بها اليوم هي اللي صالحة للمستقبل فبها. نعم، شكرا لك الإعلامية سناء منصوري، كنت معنا اليوم ضيفة عزيزة في لقاء مفتوح. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها إلى المرأة الليبية، والتي لا تكفيها حلقة بل تحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن هذه الحلقة خصصناها اليوم بهذا الشأن، وأردنا أن نتحدث عن ما تعانيه المرأة في الشارع الليبي منذ خروجها البيت حتى آخر النهار، وماذا تحتاج المرأة. ونتمنى أن تكون رسائلنا وصلت في هذه الحلقة. بتحياتي أنا معاذ تليب وكل الفريق المكيم معي في هذه الحلقة، ودمتم في رعاية الله.